مشاهدي ام تي في، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بيروت اليوم. يسرني ان استضيف فيها النائب ميشيل موسى، العضو في تكتل او كتلة التنمية والتحرير، ايضا الكاتب والصحفي الدكتور فادي الاحمر، والزميل العزيز الاستاذ ناصر شرارة، ايضا كاتب وصحفي. اهلا وسهلا فيكم. دكتور، قبل ما نبلش بموضوع رفح، بحب اسمع رايك قديش الازمه اللبنانيه والجمود القائم، عندنا فراغ رئاسي صار اكثر من سنه ونص، قديش مرتبط بالواقع الاقليمي، وهل اذا حل الاشكال الاقليمي الراهن هل هذا يعني فك المشاكل امام الاستحقاق الرئاسي؟ بطبيعه الامر يعني الوضع الاقليمي بده يؤثر على لبنان، شو ما ان بلد صغير متنوع مميز بالمنطقة بده يتأثر عليه، خاصة عن العدو الإسرائيلي على حدودنا. اثنين، لكن بدل القسم الأكبر قسم لبناني، لأنه يعني تنفيذ الأمور على الأقل لبناني. يعني مثلا ناخد انتخابات الرئاسي، أمر لبناني أولا وأخيرا. هلأ قد يكون في مساعدات إذا تعثرت الأمور، مثل ما عم نشوف هلأ المحاولات اللي عم تقوم من الخارج، لكن كمان في مواضيع لها علاقة بالخارج. يعني اليوم الحرب الإسرائيلية اللي قامتها على غزة، واللي يعني كفاية فيها بحرب جنوب لبنان، هذا من فعل خرق لكل الاتفاقات والمعاهدات الدولية. اللبنانيين عم يتلقوا بهالحالة أكثر ما هني عم بيكونوا فاعلين بهالموضوع. هلا طبعا بدل في جدل كبير يعني بالسياسي حول بعض الأمور. ما في شك إنه لبنان عم يدفع ثمن غالي. ايضا في عندنا ملف النزوح السوري على سبيل المثال، كمان الجغرافيا. بس شو ما كانت نتيجة الصراع في غزة، ستكون النتيجة ذاتها بلبنان ام انا بقدر انه اذا اليوم وقف القتال، وقف اطلاق النار او فك الاشتباك في غزة، لبنان حكما يعني بالمعلن بده يوقف يعني. بس هل سيعني ذلك اذا كان كيف ما كانت نتيجة حرب غزة ستكون النتيجة ذاتها على لبنان داخليا، أم مرتبطة بشكل؟ لا أظن يعني إذا 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 عم نحكي عن موضوع الرئاسي على سبيل المثال، لا في فصل هون بين الأمرين. أنا ما بقدر إنه بلبنان يعني حدا عنده مصلحة استعمال الاستقواء أو النصر الخارج بالداخل، لأنه بالآخر الناس بدها تعيش مع بعضها، تمر بأزمات سياسية أو أزمات يعني عصيبة، لكن عملياً الكل بيعرف اليوم إنه الكل بده يعيش مع بعضه ضمن إطار الدستور اللي أقر. ولو مررنا بتعثرات، طبعاً ما حدا مفترض يعني يأخذ التعثرات إلى استمرارية معينة يدفع ثمنها أكبر يعني بالمراحل القادمة. أنا بقدر إنه لا، ما في تأثيرات من هالناحية. يمكن يكون في تسريع وتفرغ أكثر لمواضيعنا الداخلية، الملفين الباقيين اللي هن ملف الرئيس الذي تأخر كثيراً، وملف النزوح السوري اللي هو ملف مكلف على لبنان كبير يعني كثير. خلينا نرسم صورة مع الأستاذ ناصر، أين أصبحنا اليوم في حرب غزة، وخصوصا يعني ملف رفح؟ يعطيكم العافية. أول شيء برفح يعني المشهد أخذ الحرب بغزة لمكان جديد، رسم له أبعاد إقليمية. ما كان الأمريكي يريد ذلك، ولا كان المصري ولا العرب يريدون ذلك، ولا إسرائيل ناقص نتنياهو. بكل الأحوال بنبلش من أنا تسنى لي أن نكون قريب من مصادر وأجواء الأحداث الأخيرة اللي لها علاقة بالمقترح المصري، ويوم الثلاثاء الصدمي يسموه لنتنياهو في خلاله قرر أنه يتراجع عن موافقته عن تأييد الصفقة. ولكن المحل اللي لازم نقف عنده أنه الأمريكان كانوا يعلمون بأن نتنياهو سوف يتراجع وسوف يقتحم رفح. ومع ذلك رغم أن المصريين كانوا أخذوا تطمينات من أمريكا أن العملية في حال حصلت لن تتجاوز يعني الغلاف تبع رفح. بكل الأحوال اللي لازم نحن ناخذ منه عبر انه الاساس والمشكله وعقده المنشار هي انه وقف اطلاق النار.
الإسرائيلي لا يريد وقف إطلاق النار، يريد الأسرى من دون وقف إطلاق النار، وحماس تريد ضمانات بأن وقف إطلاق النار سيبقى ساريا. ولكن ما هو ثمن الصفقة؟ الأمريكان عم يحكوا كانوا مع الدول الستة أنه يعملوا حل الدولتين وأنه يضعوا تصورات لحل الدولتين، وطوال الأشهر الأربعة والخمسة الماضية اشتغلت الدول الستة بوضع تصورات عن حل الدولتين، وأضيف إليهم أيضاً ممثل السلطة الوطنية الفلسطينية. ولما انتهوا من هذا الأمر عرضوا الأوراق على بلينكن، وكان رأي بلينكن أن كل هذه الأوراق ليست مناسبة. وأنا هون عم بحكي معطيات من داخل الأجواء عشتها بآخر فترة. فقالوا له ما هو بديلك؟ قال لهم أنا ليس لدي بديل، ونحن في الولايات المتحدة الأمريكية في سنة انتخابات، ولا يمكننا أن ننتج تصور لحل الدولتين، ولكن نحن ننصح بأن يتفاوض الفلسطيني مع الإسرائيلي لإنتاج تصور ما. ولكن نحن كلنا بنعرف أن نتنياهو لا يريد الجلوس مع السلطة الوطنية الفلسطينية. بس عمليا هل في أحد بإسرائيل اليوم لا يريد الحرب؟ يعني أنا هون عندي وجهة نظر يمكن يعني بختلف فيها مع كتار. أنا برأيي ثلاثة أرباع السياسة في إسرائيل منذ 12 سنة لهلأ هي نتنياهو. نتنياهو ممسك بكل مفاصل القرار والتوازنات السياسية الداخلية، أو يعبر عنها، هو ممسك بها. ليش؟ لأنه القوى حتى المناهضة له من غانتس لأزنيكار للكل الجماعة التانيين هي قوى قليلة الحيلة. المشكلة في إسرائيل ليس أن اليمين أكثر عددا، ولكن اليمين أكثر حيوية، فيما القوى اليسارية أو اللي بسموها المركز اللي هي الوسط واليسار هي قوة فاقدة للحيوية وتكيفت منذ 12 سنة لهلأ مع أن اليمين هو المسيطر وهو ثقافة إسرائيل وهو بنية المجتمع الإسرائيلي وهو مفاصل الدولة في إسرائيل. حتى المصريين اللي هن أكثر خبرة بالحكومات الإسرائيلية وبالوضع السياسي الداخلي الإسرائيلي كونهم عملوا 78 سلام معهم بيقولوا هذه أول حكومة لا نستطيع ولا نعرف كيف نتصرف معها، هذه حكومة غير قابلة لإنتاج تفاهمات معها. دكتور فادي، قديش برأيك اليوم الوضع مسلم به عالميا إقليميا بأنه لا يمكن إجراء شيء لأن إسرائيل مصرة على تحقيق حسم ما على مستوى غزة؟ نعم. قبل خليني أقول اللي سألته الأستاذ شرارة بموضوع الإسرائيليين هل يريدون الحرب؟ إسرائيل الإسرائيليين يريدون الحرب. واضح. أنا عم بحكي هون مش رأي، إحصاءات. أو فيها هل في حدا بإسرائيل كان السؤال هل في حدا بإسرائيل ما بده الحرب؟ العظيم. نعم. هل في حدا الأخيرة اليمين؟ نعم. استطلاعات الرأي المتعددة. نعم. يعني خلينا نأخذ من كانونتين بداية السنة لليوم لنيسان أكثر من 60-70% بده الحرب. وهال 60-70% ما بدهم نتنياهو، يعني هالمفارقة إن بدهم الحرب يستمروا بالحرب، ولكن بدهم هن ضد وجود استمرار نتنياهو بالسلطة. هاي من جهة. واللافت كمان هون خطر لما يخصنا نحن اللبنانيين، إنه كمان في أكثر حوالي 62% باستطلاع شفته اليوم الصباح بدهم الحرب، بدهم الحرب على حزب الله، مش فقط على حماس بغزة. هون لفت المسألة وكانت واضح، يعني اليوم إجماع الإسرائيليين على رفض إملاءات خارجية، وتصوت الكنيسة على رفض أي حل بما يخص حل الدولتين وفرضه على دولة إسرائيل. فهيدي من ناحية. هلأ بما يخص غزة، التسليم بواقع غزة اليوم في تسليم سلبي، تسليم عالمي سلبي بالوضع بغزة أمام تعنت إسرائيل، أمام لأننا نعرف كلنا سوا تاريخ إسرائيل منذ العام 1947 منذ القرار 181-47 دولة لا تشبه كل الدول، دولة متمردة على القانون الدولي وعلى القرارات الدولية وحتى على حلفائها وأبرزهم الولايات المتحدة الأمريكية، شفناها باجتياح 82 واليوم عم نتذكرها بالتهديدات بما يخص رفح واستمرارها بمعركة رفح. بالتالي التسليم لأنه يعني متفوقة على حلفائها، خلينا نقابل خصومة أنه ما قادرين نعملوا معها شيء، وإضافة إلى ذلك مثل ما ذكر سيد الشرارة في اليوم في حكومة، ومثل ما كنا نعرف اليوم في حكومة كمان استثنائية بإسرائيلية، حكومة متطرفة جدا ولا تقيم لا للسلام اعتبار ولا لحل الدولتين أي مكان بسياستها،
وايضا عندها مشروع متطرف اكثر ما هو اساسا المشروع الاسرائيلي متطرف، مش هيك؟ اقامه دوله اسرائيل مشروع ديني سياسي بالاساس هو متطرف. اليوم في حكومه تديره متطرف اكثر، فبالتالي امام هذا الواقع العالم كله يعني موجود بوضع حيره، لا يعرف كيف يتصرف. الولايات المتحده الامريكيه تلعب لعبه سيئه مثل العاده، لانه اليوم صدر عن بلينكن كمان انه نحن لا نؤيد عمليه كبيره في رفح. يعني شو تؤيدون عمليه صغيره في رفح؟ وكل التصريحات الامريكيه منذ ان جو بايدن بلش يرفض عمليه رفح ويحذر من معركه رفح، بين انه هي فقط هذه التصريحات فقط لكسب بعض الاصوات في الحملات الانتخابيه التي تجري في الولايات المتحده الامريكيه، وليس لردع، لانه الولايات المتحده الامريكيه بنعرف كثير منيح تريد القضاء على حماس. واشنطن عم تتصرف على انه المشهد الفلسطيني ما بعد حرب غزه وبدون حماس، وعلى الاساسيه عطيت ضوء اخضر لشك على بياض للاسرائيليين لحكومه نتنياهو تحديدا انه اقضي على حماس. فاليوم عم يصير هيك. هلا الاوروبيون عاجزون عن انه يعملوا ياثروا بالمعادله. الفرنسيين حاولوا، الالمان بنسبه اقل، البريطانيين اليوم كاميرون كمان عم بيقول انه بما يخص رفع انه لازم نتبع على المدنيين، وبالتالي ما قادر يعملوا شيء. بالتالي في تسليم انه اسرائيل لا يمكن ضبطها. هذا الوحش اليوم الفالد بغزة لا يمكن ضبطه. هل تعتقد أنه يعني صرنا على يعني هذا التسليم سوف ينعكس حربا والجميع ينتظر فقط؟ لا، يعني طبعا أول شيء الموضوع اليوم عند إسرائيل، يعني اليوم يصير في وقف إطلاق النار أو فك اشتباك، لأنه حتى بالألفين بعد 2006 ما صار وقف إطلاق النار، صار وقف الاشتباكات بين الفريقين وما تطور إلى إطلاق نار. بس بكل الأحوال اليوم يصير وقف إطلاق نار، أنا بقدر المواضيع الثانية بنحل أوتوماتيكيا. أكثر من هيك أنه في كثير من النقاط اللي معتبرينها نقاط عالقة عم تندرس بتأني بين الفرقاء، بقدر أنا يعني بتنتهي القصة عند وقف القتال في غزة، وطبعا هذا بيستدعي تفاوض. يعني تتوقع انه ضمن نرجع لستاتيكو قبل 27 يعني؟ ايه، مع 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 الاشياء اللي عم تناقش هلا، يعني مثلا في نقاش على 1901 على سبيل المثال. هلا بلبنان هي رح نفوت بال 1901، بس هل تتوقع ان يعود النزاع في غزه يعني أظن الى ما قبل 7؟ لا، هلا هون الصياغه اللي بدات تصير باليوم التالي بعد وقف الحرب بدات نشوف، بس انا بقدر انه بيكون اسرائيل يعني يعني لحد هلا اذا بيوقف القتال اكيد اسرائيل هلا خسرانه. واسرائيل يعني كشفت بعض الاشياء بهذه الحرب. اول شيء هيبتها اللي كانت تحارب فيها قبل الحرب، كانت تحارب بهيبتها، فالخرق اللي صار ب 27 كان رهيب. يعني شو ما قلنا، هز اركان الدوله من جهه، من جهه ثانيه كشفت هذه الحرب هشاشه الوضع الدولي و عدم قدرة الوضع الدولي على احترام القوانين التي هن وضعوها، الاتفاقات والمواثيق والأعراف التي بنيت بعد الحروب اللي مر فيها العالم بفترات طويلة وخاصة أوروبا. ومؤسسة الأمم المتحدة بيّن أنه يعني في شيء غلط هون بهالموضوع، أنه في دولة ما عم تحترم هالمواضيع، وعم نسمع أصوات يعني الدين هذا الموضوع، أو في صمت أو في تأييد لما تقوم به إسرائيل. وهذه شغلة أنا بقدر خطيرة على مستوى العالم. هذا ما بيعني أنه النظام اللي صاير يعني الأمم المتحدة والقوانين والمواثيق غلط، لا، الغلط هو الإدارة العامة، يعني تغليب المصالح والتحالفات الدولية على ما عداها من أخلاقيات نشأوا مجتمعاتنا عليها لفترة طويلة. بس أنا بقدر أنه يعني اليوم إذا بيوقف القتال، هذه مرحلة على الأقل تتيح تفاوض أكبر بين الفرقاء على حلول مستدامة. يعني هذه محطة من أجل، هل إسرائيل يمكن أن تقبل بذلك بوضع الحالي ولا مضطرة؟ شوف، أنا بقدر إسرائيل اليوم كله يتوقف على ضغط المجتمع الدولي والضغط الفعلي أو يعني الأمريكي. هل ترى لأنه اليوم مثل ما عم نشوف أنه تقييمك للضغط عليك، تقييمك للضغط، هل ترى أن الضغط هو سيتمكن من أن يوقف إسرائيل؟ أكثر، إيه، في ضغط وفي أكثر من ضغط. في الحالة اللي اليوم فيها إسرائيل اللي ما عاد هي اللي الهيبة وهالوهرة يعني اليوم شفنا كيف التعاطي كان بهذا الموضوع. أنا بقدر في مصلحة للكل اليوم يفكر ببكرة، يفكر بمستقبل. ما هي مصلحة إسرائيل إذا أوقفت الآن؟
أمن وسلامة، لأنه اليوم في يعني في سياسات قد تتغير بلحظة من اللحظات، بفترة من الفترات، بتوازنات قوى جديدة، فبالتالي ما فيها تبقى على النمط اللي كانت ماشي عليه، اللي كانت هي الأقوى بالمطلق وما حدا قادر يواجه هالموضوع. لا، اليوم بعد حرب 2006 وبعد حرب غزة، هلا أنا بقدر إسرائيل بدها ترجع تفكر بسياق يعني فيها متغيرات. نعم. أستاذ ناصر، هل ترى أن إسرائيل مضطرة إلى التوقف الآن والبحث عن مخرج؟ ليست ناضجة إسرائيل بالمطلق لأن تبحث عن تسوية مع الفلسطينيين بشكل خاص. هي ناضجة لإمكانية أن يتم حل يضمن لها عدم دفع الثمن للفلسطينيين، يعني هذا السيناريو تبع نتنياهو. نتنياهو ليس مش صحيح أنه من دون خطة، نتنياهو لديه خطة وواضحة، وهو إذا بتتابعه أنت خارج المقابلات الشعبوية اللي بيعملها في محطات وضح فيها ماذا يريد نتنياهو. ماذا يريد؟ بالضبط، نتنياهو أول شيء يعتبر أن العرب سوف يتكلمون معه بشكل أفضل حينما يتأكدوا أنه انتصر على حماس، وإذا لم يتأكدوا من ذلك فإن العرب لن يتكلموا معه. وهنا خلافه، واحد من أوجه خلافه مع بايدن، ليس صحيحاً أنه ما عنده وجهة نظر. نحن عم نصوره هلا وكأنه يعني بيعمل حلب الطواحين، هو مجرم وكذاب ومناور، كل شيء صحيح، ولكنه عنده خطة وهو ملك إسرائيل في هذه اللحظة. اثنين، نتنياهو يعتبر أنه يجب القضاء على حماس وأنه يجب الدخول إلى رفح، سواء كان فيها كتيبة أو كان فيها 100 كتيبة، لأنه الدخول إلى رفح يسيج المعركة الإسرائيلية إقليمياً ضد الفلسطينيين، وهو يسعى بكل الأحوال. هل تحسم الدخول في رفح؟ هل يحسم النزاع في؟ أبداً، سوف 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 ينتج يعني فضيحة لنتنياهو، ولكن نتنياهو حينها وهنا الخطورة سوف يبحث عن ميدان جديد ليذهب إليه. شو ممكن ونخشى يكون؟ ما أن يكون هذا الميدان هو جنوب لبنان، لأنه سوف تنتهي المعارك يعني حرب الطواحين في غزة، وسوف يستمر هو بحرب النقطوية حسب ما نصحوه الأمريكان وهن موافقين على ذلك، ولكن حتى يطيل أمد الحرب ويؤجل البحث في اليوم التالي سوف يبحث عن ميدان جديد، وهذا الميدان أو يكون الضفة الغربية كما حذر محمود عباس بالسعودية، أو سوف يكون الأرجح هو جنوب لبنان. أنا بالمعلومات اللي عندي، وهي معلومات يعني خام بحاجة لتحليل، إسرائيل حددت شهر تموز كي يكون حربها على لبنان، وحددت شهر أيلول كي يعود النازحين السوريين النازحين الإسرائيليين إلى شمال إسرائيل. هذه بحسب المعلومات التي راجت بعد فشل هذيك مهجرون، هذيك مهجرين مهجرين. دكتور فادي، هل بإمكان أحد أن يتوصل إلى تسوية ما ترضي الطرفين، أم لن تتوقف الحرب قبل انتهاء من غزة؟ لا، ما بعتقد أنا أنه ممكن التوصل اليوم بالمفاوضات، إن كان لهدنة أو لوقف نار أو لتسوية، لأنه من البداية الطرفين عم بيخوضوا حرب وجود. يعني بإسرائيل في حرب وجود، قيادات عم بتخوض حرب وجود، وجودها بالسلطة، والشعب الإسرائيلي مثل ما قلنا من شوي إنه مؤيد لهذه الحرب، لأنه أول مرة شعر بخطر وجوده على دولته، مع أنه هون بدأ بين قوسين خطر وجوده على دولته. من جهة حماس كمان عم تخوض، واضح عم تخوض حرب وجود. حماس صار في إجماع حتى عربي مش بس غربي على أنه حماس مش لازم تكون بالمشهد لا الغزاوي ولا الفلسطيني، يعني بشكل عام، بالتالي عم تخوض حرب وجود. أمام هذا النوع من الحروب، من الصعب حدا يعني يقبل بتسوية معينة. عشان هيك يعني منذ بداية المفاوضات، هل تعتقد أنه لغزة بعد عند حماس بغزة حظوظ جدية لجلب إسرائيل إلى الطاولة؟ خلينا نشوف ميزان القوة.
الإسرائيليين بيحكوا، خلينا نشوف ميزان القوى البشري لحماس. الإسرائيليين بيحكوا عن 10 بين 10,000 و 12,000 قضوا من حماس، عناصر حماس. هذا الرقم مشكوك فيه. اليوم حماس تقارير الدولية، وبيناتهم في تقرير دقيق للبي بي سي، عدوا فريق تحقيق يعني تقصي الحقائق، بيقول إنه لا، حماس ما هالقد خسرت، يعني عم يقدروا خسائرها بين 6,000 و 8,000. حماس عندها 30,000، تقارير دولية كانت تشير إنه ما قبل 7 أكتوبر عندها 30,000 مقاتل. إذا بدنا نقول بأقصى الخسائر، هي عندها خسائر 8,000، يعني بعد عندها 22,000 مقاتل، وفيها تعود هاي وحدة. اثنين، الأنفاق لحد اليوم باستثناء بعض الأنفاق اللي اكتشفوه الجيش الإسرائيلي وسوق لهم وعمل حملة إعلامية كتير كبيرة من حوالي 3-4 أشهر، ما حتى شفنا حملات إعلامية للجيش الإسرائيلي عن اكتشاف أنفاق. بالتالي لما يحكى عن مترو غزة بعده سليم، والبرهان على ذلك أنه اليوم بارح رجعت المعارك على جباليا، شايك؟ اللي كانوا عساس حررها الجيش الإسرائيلي أخذها وطرد منها عناصر حماس، رجعت المعارك عليها. ثلاثة، ما في ضغط شعبي من غزة، من فلسطيني غزة على حماس، وهيدي لافتة. ما سمعنا في إعلام بمناطق تواجد حماس مش مؤيد لحماس، إعلام عربي وإعلام غربي، ما عم نسمع أصوات. ما بدي أقول استطلاعات يمكن منا صادقة، الاستطلاعات انعملت عن رأي الفلسطينيين بحماس، بدي أقول أنا الإعلام اللي من صالحه ومن بسياسته أنه يظهر أصوات رافضة لحماس، ما عم نسمع هالأصوات. يعني بالتالي بعد حماس عندها بيئة فلسطينية حاضنة لها، وبالتالي كمان حماس منا يعني بعد شايف عندها عناصر قوة. هلا بالنسبة للذخائر وما ذخائر، هيدي مسألة ما بنقدر نجاوب عليها، لأنه مسألة ما بنعرف شو بعد في عنده ذخائر. ولكن بعد لليوم كان قصفوا من فترة معبر مع كرم أبو سالم، اليوم رجعوا يخوضوا المعارك بجباليا. امبارح كنا عم بيقولوا إنه نتنياهو بده يخوض يهجم على رفح، لأنه هون تمركزت عناصر قيادات حماس. في تقرير طلع من حوالي من يومين او ثلاثة ايام بيقول انه يحيى السنوار منه برفح، يحيى السنوار بخان يونس. فبعد حماس عنده عناصر قوه. هل قدرت جر اسرائيل على النقاش استاذ ناصر، على الحوار والمفاوضات؟ مين جر؟ مين حماس جر اسرائيل انه لتسويه؟ يعني هل يمكن بالمدى المنظور، انت كما متابع من 30-40 سنه هذا الملف، ردي كبير على كثير. هل قدر بعد إسرائيل حماس جر إسرائيل على مفاوضات وإنهاء نزاع، أم يا غالب يا مغلوب المعركة؟ يعني ليك يلتقي الأمريكي بايدن مع نتنياهو اليميني ومع إسرائيل كلها على نقطة مشتركة واحدة، أنه اليوم التالي في غزة لن يكون في حماس. الأمريكي بايدن لديه نوعين، لديه نوعان من الصراع مع حماس، صراع أيديولوجي وصراع سياسي. الصراع الأيديولوجي نحن عارفينه شو هو، صراع يكاد يعني يقترب من المدرسة الدينية الصهيونية الجديدة أو ما بعرف شو تسموه. الصراع السياسي يعتقد بايدن أنه لا يمكن تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل بوجود حماس، وبالتالي هو يشترك معهم بالقضاء على حماس. وكل إطالة الحبل لنتنياهو وحتى تواطؤه بالدخول إلى رفح هو من أجل القضاء على حماس. السؤال الثاني، هل تعتقد يعني بشكل واضح، أنت أناعتك الشخصية عم تجاوبني وعم تهرب من الجواب؟ لا عم بحكيك أنا بالمباشر. هل في إمكانية لعدم السماح لإسرائيل بسحق حماس؟ خليني جاوبك بصراحة. حماس مدعوي أن تدفع الثمن السياسي للشعب الفلسطيني وليس لإسرائيل. حماس مدعوي لأن تذهب باتجاه الوحدة الوطنية الفلسطينية. صحيح الطرف الآخر فتح لا يساعدها كثيرا في ذلك، ولكن هي أيضا عليها أن تبذل جهد أكبر. ما هو ناقص حتى تبلور موقف فلسطيني قادر ينحكى معه عالميا هو الوحدة الفلسطينية. وحتى هذه اللحظة ورغم كل الذي صار لا يزال في مشكلة بإنتاج الوحدة الفلسطينية. محمود عباس أنتج حكومة ناقص حماس، وبالتالي يعني هذه الحكومة لا يمكن لها أن تحكم في غزة. ونفس الوقت ويعتبر أيضا يعني أبو عباس أبو مازن أنه ما فيش حماس بغزة، ما فيش حماس بغزة. فنحن هون الوحدة الفلسطينية هي التي تجيب على السؤال اللي عم تطرحه أنت، وهذه الوحدة لا تزال موجودة. حماس لا تزال موجودة
تحت الأرض في غزة، ولا يزال لديها إمكانية لإنتاج إدارات محلية بدائية تدير الوضع في غزة، ولكن ليس لها مصلحة في ذلك. أنا ناقشت معه هذا الموضوع. حماس مستعدة أن تكون شريكة في حكم غزة وأن لا تكون هي مصدر كل الحكم في غزة. هل إسرائيل تقبل بذلك؟ ولكن مثل ما قلت لك، لا نتنياهو ولا بايدن ولا أزنكوت ولا غانتس يقبل بذلك، ولا أبو مازن ولا أبو مازن على حد أولى. إذا ولا العرب. نعم. خلينا أبو مازن والعرب من العربية. دكتور موسى، إذا كان هذا هو الواقع، لن كل هذا إذا بدك التحالف المباشر أو غير المباشر المعلن والسري لا يريد حماس في غزة، أين ستذهب غزة حماس؟ وهل يمكن أن نخشى من بعد ما شفنا أبيت باط بلبنان بالجنوب وغير الجنوب لحماس، هل يمكن أن نتوقع انتقال ما إلى لبنان وتبرير ما أشار إلى الزميل؟ أنا بشك أن يكون في ترانسفير في حال يعني انتهت على هذا. هذا أمر بعده غير مبتوت، وبقدر أنا في وقت طويل بعد إذا ما في تفاوض يعني قريب، معناتها القصة طويلة كثير بالأساس يعني فيما بعد. بس أنا لا بظن إنه لا ما ما, ما لا بس إنه الوقف كقوة في محلات أخرى. نعم. وين ممكن يعني ما بعرف يعني هلا صعد يعني وقت اللي نحن بنرفع بندارات بلبنان لا 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 نسبح بإطلاق صواريخ كاتيوشا لا هذا شيء هذا شيء يعني بدنا نعاشر الحكي هذا أمر آخر. أنا ما أمر آخر ما بظن يعني إنه هذا الأمر مطروح يعني في الحال بكل الأحوال هذا أمر مش مطروح. و هل تعتبر حماس لحديث هلأ حراكة مبرر بلبنان بزمن عم بينحكى كل ما يحكى يعني اللي تفضل فيه الزميل أبوكاليبتيكي يعني وبنهاية الأمر يعني إذا كان كل العالم بده يخلص من حماس بغزة هل سيقبل بها في لبنان؟ لا مين عم بيقول انه الترانسفير مش ضروري الترانسفير نحن ما بده بما هو موجود اليوم مش موجود اليوم يعني في فلسطينيين في لبنان في عمليات باسم حماس. خليني أقول لك شغلة معلش تنكون واقعيين، في مخيمات في لبنان عم تغلي وفيها سلاح، وبالتالي كمان يعني أنت عم تدرأ اليوم قد يكون بهالأمر معارك داخلية قد تؤثر على لبنان بشكل مباشر بانتظار يعني لا أفضل انتظار هذا الموضوع. فبالتالي ما بعدين يعني معلش حجم الأمور منه هالقد يعني بالآخر إنه في مشاركة في وحق طبيعي إذا بدك لقلون من أرض عربية بسماح معين، لكن مع أساس لغينا اتفاق القاهرة إيه لغينا اتفاق القاهرة في وحدة الساحات هلا في وحدة في 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 وضع آخر اليوم في حرب يعني موجودة ما فينا يعني نغمض عينين عليها، وفي أطماع ما في شك يعني اليوم على شيء يعني أول شيء ساحة الجنوب ساحة كل عمرها تتلقى الحروب الصغيرة والكبيرة من إسرائيل لسبب أو بلا سبب. وما فينا ننسى كمان أن لبنان بتركيبته بتكوينه إلى آخره نقيض لما هو قائم في إسرائيل. إسرائيل دولة دينية تشريعاتها من عشرات السنين عم تتحول إلى دولة عم تتحول دينيا ممارساتها بهذا الأمر واضح اليوم تفلتها المطلق من كل شيء. يعني اليوم إذا جارك عم بيعتدي على جار آخر كمان أنت بدك تنتبه إنه دورك جاي نحن نقيد. طيب هل يمكن لكتلة التنمية والتحرير أن تبدل بمواقفها فيما لو صارت النقطة شو تغير؟ لا هلا يعني عم بيصير أكثر وأكثر حسم وقلق جدي من اجتياح إسرائيلي للبنان نتيجة لك أنا بشك أنا بشك يعني أنا أخالف الاستشعار بهالموضوع أنه يكون في اجتياح للبنان. اليوم ما فينا ننسى أنه كمان في وضعية إقليمية ضاغطة وفي تحالفات إقليمية كبيرة، وطبعا يعني أي خلل اليوم كبير بهذا الموضوع بده يجر المنطقة لحرب إقليمية ما حدا بده إياه. طيب. ما حدا يعني ما حدا دكتور فادي هل توافق أي من القراءات أقرب لتفكيره بموضوع حماس؟ أول شيء خليني أبلش باللي قاله دكتور موسى بالأخير. الحرب الإقليمية
ماني شايف يعني انه حرب على لبنان، حرب شاملة على لبنان رح تؤدي لحرب اقليمية. شفنا الرد الايراني عظيم، كان رسالة، وشفنا الرد الرسالة كمان الاسرائيلي اللي هو كان اقوى واقوى على الايرانيين مما كانت الرسالة الايرانية على الاسرائيليين. بالتالي ما بتصور انه رح تتفجر المنطقة، يعني لانه محور ايران بأزم اليوم، بأزم. ولو صامت بين قوسين بغزة، ولو انه حزب الله عم يعمل حرب مشاغلة، ومع انه حرب مشاغلة لم تثني ابدا الاسرائيليين عما بدهم عن خططهم العسكرية بغزة. بالتالي بعد احتمال انه حرب على 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 لبنان وارد، خاصة مثل ما ذكر باستطلاعات الرأي انه الاسرائيليين بدهم، يعني بدهم، لانه التهجير اللي صار هذا سابق عنده كمان بتاريخهم، مثل ما حرب، مثل ما هجوم 7 اكتوبر كان سابق بتاريخهم، كمان هالنزوح او الهجره من شمال اسرائيل انه 7 اشهر جماعه بالاوتيلات قاعدين، مش بمدارس مثل المهجرين تبعنا، المهجرين تبعنا ما حدا بيساعدهم، هن هن نحن ابدا بالتهجير عندنا تعتير، هنيك لا باوتيلات عظيم، بس انه كمان برات ارضهم وبيوتهم ومؤسساتهم ومدارسهم الى ما هنالك. بالتالي في سابق كمان بالحرب المواجهه مع حزب الله خطيره. بكل الحديث هلا عم ننسى عدد الاسرى الموجود اليوم ب حماس، بس واضح ما نسيناه، كثير فرق معه واضحه، خلينا نشوف يعني صار هو مقتل نص. تذكر الامهات الاربعه بفتره من الفترات شو عملوا حركه باسرائيل، بس يعني خلينا نشوف. بس دكتور موسى، دكتور موسى تغيرت اسرائيل، اسرائيل بعد 7 اكتوبر تغيرت. اي متى اسرائيل كانت تتحمل حرب 7 اشهر، تتحمل هذا العدد من القتلى في بالجيش تبعه، هذه الخسائر الاقتصاديه بمليارات الدولارات، مش هيك؟ اسرائيل تغيرت ولا مره، شي مره خاضت اسرائيل حرب 7 اشهر متتاليه، بده يكون مؤثره بالتغير الجانب الاخر ايضا من اسرائيل، يعني عدد القتلى، اطاله الحرب، ما معود اسرائيل على حرب طويله. بس لحد هلا ما بينت، لحد هلا بينت انه اسرائيلين بعدنا بس 7 اشهر، يعني منا هاي منا رقم، منا فترة يعني زمنية قصيرة. خلينا نشوف يعني. طيب. دكتور ناصر، وين الخلاصة لهذه الفكرتين عن الحرب ولا حرب؟ نعم. أو قدرة إسرائيل على الاستمرار في الحرب، وهذا الثمن سرعة منشوف إنه في قتلى من الأسرى أو من الموقوفين المعتقلين اليهود من الأمريكان، يعني من نعم الإسرائيليين. نعم. يعني هي الفكرة اللي من شو خايفين، يعني من شو خايف الإقليم وخايف العالم؟ خايف من تهور نتنياهو، ومن أنه سياسات نتنياهو ليست مقروءة وليست منطقية، وحتى فهم العلاقة الأمريكية الإسرائيلية في اللحظة هي محل سؤال ومحل جدل. نحن نخاف أنه نتنياهو تأخذ أزمته إلى أبعد من غزة، إلى الضفة الغربية أو إلى لبنان، هذه الفكرة. ونحن لا نتحدث عن حرب، أو أنا حسب أنا قد أميل إلى رأيك، يعني موضوع بده نقاش، والتمهل اللي عم تبديه مزبوط، ولكن أنا قد يعني نخشى نحن أنه نتنياهو يهرب بأزمته إلى خارج إسرائيل، ومثل ما أنه أمريكا ما قدرت توقفه برفح، قد لا تستطيع أن توقفوا بجنوب لبنان، سيما من اللي عم يحكي كمان الأستاذ كتير صحيح أنه أو المهاجرين أو النازحين مهاجرين تبعون الشمال يشكلون عبء أكثر من المهاجرين تبعون غلاف غزة. لماذا؟ أنا بمذكرات مشهد عيان بتقرأ أنت أنه باليوم الثالث من حرب 67 اجتمع مشي ديان بمستوطني سهل الحولة، نحن بنعرف الجيران بسهل الحولة، قالوا له المستوطنين أنه نحن كيف بتنتهي الحرب وبدنا نضمن أنه المدفع السوري ما بيضربنا، وكان واحد من القرارات من الأسباب، مش كل الأسباب، واحد من الأسباب اللي خلت الإسرائيل تستعجل باحتلال الجولان هو ضمان أمن المستوطنات في الشمال، لأنه هالشمال هي المنطقة، هي المنطقة الوحيدة اللي فيها توازن ديموغرافي لصالح العرب، وبالتالي أي إضرار فيها يضر بهذا التوازن، بتعرفوا هو هذا كتير ثمين بالنسبة للإسرائيليين. هي أصلاً الحرب كلها على الديموغرافيا. اليوم ولو هيك بين مزدوجين، بمناسبة عيد الاستقلال لإسرائيل من 2000 مزدوج، شو بيعملوا الإسرائيليين؟ كل يوم بمثل هالمناسبة بيعيدوا إحصاء حالهم، بيقولوا قد صار عددنا وقد صرنا بنمثل نسبة من بين يهود العالم،
فاليوم بيقولوا هلا نحن صرنا 9 مليون و900 الف وبعد 3 اشهر رح نصير 10 مليون وبيحتفلوا بهالقصة وبيقولوا انه نحن صرنا 45% مقيمين من يهود العالم مقيمين في اسرائيل وهي النتيجة لا يرضون عنها هني. فلذلك الموضوع الديموغرافي كثير مهم ومهجرين مستوطنات الشمال الموضوع ضاغط جدا وبالتالي بده حل استغرب بالاتجاهين انا معك نحن كمان عندنا مهجرين ولكن نحن بعدنا عم نتناقش بنعوض عليهم ولا بنعوض عليهم في مصاري ولا في مصاري بينما هناك السؤال الان متى يعودون انا بقول لك حسب معلومات هي الاجواء اللي انا يعني كنت بجوا من 4-5 سنين حطت اسرائيل موعد ايلول لعوده النازحين وانه التحرك الفرنسي كان جزء منه هذا المواعيد تموز ايلول خلينا نتوقف مع فاصل اعلاني من بعده ومنفوت على الواقع اللبناني بنبلش مع ليك انه ماذا تفعل الدوله اللبنانيه لهؤلاء المهجرين اللبنانيين يلي ولا مره بيبين باي موقف سياسي او حزبي انه هودي ضاغطين على القرار اللبناني بل كانه ما معلش اذا وجعوا معلش اذا جاعوا او بردوا ونرجع نفوت على 1701 هل فعلا لبنان يريد 1701 بالوقت يلي شفنا انه هو كان عم بجرب يوقف ضد تعديله من المحاولات تعديل مهام اليونيفيل هذه المسائل نطرحها معكم ضيوفنا الاعزاء بعد الفاصل أهلا بكم مجددا مشاهدي ام تي في في هذا الحوار ضمن بيروت اليوم وأجدد الترحيب بالدكتور ميشيل موسى النائب في كتلة التنمية والتحرير الدكتور فادي الأحمر الأستاذ الجامعي والكاتب الزميل العزيز الأستاذ ناصر شرارة بدي أبلش معك دكتور أشار الأستاذ ناصر أنه قديش المهجرين النازحين المتضررين التاركين بيوتهم من الإسرائيليين يشكلون عنصر ضغط وهيدا هن عايشين بأوتيلات بفنادق مدفوعة مأمن لهم كل شيء وما عندهم شك أنه الدولة حتعيد بناء بيوتهم المدمرة أو المتضررة لأنه أكيد حجم الدمار مش متوازي بالمقابل نحن ما بنسمع أبدا عن المهجرين النازحين اللي اضطروا يتركوا بيوتهم المدمرة بالكامل مع خزينة فارغة ما حدا بيشك انه فيها دولار وبنسمع انه حيعودوا عليهم فما هي معطياتك في هذا الإنسان؟ اول شيء صعب كثير على الانسان ترك بيته تحت طبعا كلنا عشناها بلبنان عشنا هالظروف الصعبة يعني وبنعرف قديش اوقات شغلات صغيرة يعني الواحد أكثر بكثير من بيت الشغلة الثانية الجنوبي كلنا بنعرف قديش شفنا يعني بكل الفترات الماضية بكل الحروب التي شنت على لبنان من قبل إسرائيل قديش هو متمسك بأرضه قديش بيرجع بيبني بنفس المكان اللي كان بيته فيه بس كان عنده حدا يعطي يعني كان في دولة بعد غنية بال 69 لما بجلس الجنوب تأسس يعني كان تأسس بخلفية أنه في مصاري دولة غنية اليوم دولة هلا بيبقى انه القسم اللي تهجر قسم كبير عن مستقبل بعائلات يعني نحن كمان شعب يعني شرقي لبناني عنده تراث بالتكافل الاجتماعي والتضامن كيف اذا كانت يعني بحالات عاديه كيف اذا كانت بحالات استثنائيه وحرب تشن على 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 الاراضي وبالتالي هذا قسم كبير عم يعني بيروح بهالاتجاه يعني كل الناس عم تحاول تساعد بعضها وبكل محل في ناس مقتدرة عم تكون بخدمة هؤلاء الناس اللي بلشت عمليات الإغاثة يعني بلشت ما في شك وفي تنظيم للإيواء للي ما عنده محل اللي ما عنده مكان عم بيكون بأماكن عامة من مدارس ويعني مؤسسات وغيرها هلا هذا عم ياخذ شق كبير من المواضيع والتضحية سمة من سمات يعني الجنوب على كل الفترات الماضية هلا بيبقى إنه عند انتهاء المواضيع طبعا
بقدر الدولة، وطبعا بإمكانيات أخرى قد يكون يعني مثل ما صار بفترات ماضية أظن يعني، والمقتدرين بالآخر بمجتمعنا من مغتربين. عندك ثقة أنه سيتأمن المال؟ أنا بظن أنه إيه يعني أصلا خلينا نشوف يعني كيف تنتهي الأمور إن شاء الله، إذا كان ضمن إطار يعني اتفاق عام. طبعا في شغلات بدأت نحلوا إلى حساباتها يعني بالموضوع، منها بناء يعني البيوت، وإذا لا اللبنانيين بدوا يحاولوا بأي طريقة يأمنوا هذا الموضوع، ورح يكون طبعا الأولويات بالآخر يعني رغم الظروف الصعبة اللي نحن فيها. دكتور فادي، اليوم 1701 صار واضح الفكرة المطروحة منه، في ورقة فرنسية عدلت مرتين بس بعد مش الهيئة أخذت اقتناع، حزب الله والدولة اللبنانية وراء بتقول نحن ماشيين بال 1701، فيما ال 1701 إذا منتذكر آخر صيفيتين بشهر آب عند التجديد لقوات اليونيفيل شفنا التطور أساساً ما كان موافق المجتمع الدولي على المعادلة التي كانت قائمة، فكيف ترى وكيف تتوقع الخطوة التالية؟ قبل إذا بتسمح تفاؤل دكتور موسى بما يخص ما بعد أو مرحلة اللي عم بيصير بجنوب، أنا ما بشوفها هيك، وضعنا رح يكون كتير صعب، ما في مصاري، ما حدا حيساعدنا، والخزينة فاضية، والمقتدرين هذا بيساعد ابن عمه وخيه يمكن ضيعته من المقتدرين الكبار بس مش أكثر من هيك، بالتالي احنا قادمين يعني اللي عم بيصير بجنوب أزمة اجتماعية تضاف إلى الأزمة الكبيرة اللي احنا عم نعيشها، واللي حتى هاي الأزمة ما إلى أفق حل، لأنه نحن اللي عم بيصير بغزة واللي عم بيصير بالأقليم لا يبشر بأنه ممكن ينعكس إيجاباً على واقعنا بعلاقتنا مع الدول العربية، ونعرف أنه هي أي مساعدة تجي منهم في بالمقابل إيران ما بتساعد، إيران بتبعت صواريخ، ما بتبعت لا إنماء ولا بس صناعة ولا تجارة يعني. لا حتى مش قادرة بس هيك أنا برأيي. بالنسبة لل 1701، مشكلة 1701 اليوم إنه اليوم مطروح لصالح إسرائيل مش لصالح لبنان، حتى الفرنسيين لأن حريصين على لبنان وعندهم مصالحهم بلبنان ورجعوا أكدوا على هذه المصالح منذ انفجار المرفأ، منذ أول زيارة لإيمانويل ماكرون بعد انفجار المرفأ، اليوم عم يتصرفوا ما بال 1701 على أساس إنه بدهم يأمنوا الجبهة الشمالية لإسرائيل كمان ليعيدوا ليخففوا ضغط عن حكومة نتنياهو يرجع المهاجرين. هيدي المشكلة بالموضوع. حزب الله وقع، هو الطرف الأساسي اليوم، ما في طرف لبناني، في حزب الله. بدنا ننسى إنه في حكومة وإنه رئيسها مع احترامي لهم كأفراد والصديق وزير الخارجية، اليوم ما مش هن أصحاب الكلمة اليوم عند حزب الله، وشفناها بأكثر من 7 أشهر اليوم، شفناها بأكثر من محطة تقول الحكومة شيء أو ربما تلمح لأنه ممكن تتصرف بشيء، يطلع السيد حسن نصر الله بيقول لا نحن أكل حال وقفت التصريح الحكومية وقفت بكل بساطة وقفت. ليش؟ لأنه اليوم الذي يتكلم بهذا الموضوع هو السيد حسن نصر الله وحزب الله، وتحديدا السيد حسن نصر الله. السيد حسن نصر الله واضح رابط اللي عم بيصير بجنوب اللي عم بيصير بغزة، ولا يقبل أي تفاوض، خاصة وأنه أخطأوا الغربيين وخاصة الفرنسيين اللي هن عندهم قنوات تواصل مع الحزب واللي هن عم بيسيروا الحزب منذ تفجير المرفأ وما قبل تفجير المرفأ، ومن حتى بدي أرجع من وقت اجتماعات مونترو شاك أخطأوا. إذا بدهم لازم مقاربة الموضوع تكون مختلفة، إنه هيدا نحن عم نعمل لصالح الطرفين، لصالح لبنان كمان لصالح إسرائيل عظيم، بس بتكون في لصالح لبنان. هيدا من البداية بلش غلط، مثل ما بلش الفرنسيين غلط بالملف الرئاسي، يعني مش أول مرة الفرنسيين عم بلشوا خطأ. وصل لهون إنه ما في إمكانية تطبيق اليوم ل 1701، وأكثر من هيك والبرهان على ذلك يعني اليوم التقرير اللي صدر من بضعة أيام عن 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 التقرير حول 1559 بيذكر كمان إنه إلى ما هي الحالة اليوم على بما يخص 1701 يعني. أستاذ ناصر، مقاله أيضا يصب ساعتها في خانة لأنه لن تصل المساعي الدبلوماسية إلى حل يجنب لبنان ضربة إسرائيلية. في ربط واضح بين 1901 والبحث فيه وبين ما سوف يحدث في غزة، حتى بالتفاصيل موجود هذا الربط، ولكن في بعض الجهات ما بدها تشوفه أو بدها تربح وقت حقيقة، وجهات محلية وحتى دولية.
انت خذ الورقه الفرنسيه، وهذا المقترح اللي اخذ رد وملاحظات عليه ومش ملاحظات عليه، وقارنا بالورقه المصريه تبعت حماس وحزب الله، بتلاقي نفس الايقاع. وبالتالي السؤال هناك والسؤال هنا، متى يتم وقف اطلاق النار؟ وكيف يقبل نتنياهو هناك وقف اطلاق النار؟ وكيف يقبل حزب الله هنا وقف اطلاق النار؟ بالاساس الاسرائيليين لما بلشوا بعد 8 اكتوبر حطوا نظريه واضحه، نحن نريد بناء الحدود الشماليه الجديده تحت سقف اطلاق النار. بالمقابل السيد نصر الله حط معادله واضحه، نحن لا نريد البحث بالحدود الجنوبيه الجديده و1901 الا بعد وقف اطلاق النار. نحن عشترانج توقيتات، ولكن التوقيت الاساسي فيها هو متى يقبل نتنياهو وقف اطلاق النار. كل الضغوط عليه، وجزء من هذه الضغوط لها علاقه بجنوب لبنان. هل تعتبر انها ضغوط جديه او قادره ان تغير له رايه على الاقل؟ يقولون ذلك، انا ما فيني اعرف. يعني انا يعني حزب الله عنده نظريه بتقول انه هو يساهم بشكل جدي في الضغط على جبهة جنوبية، وبتعرف أنت في تاريخ اسمه جبهة جنوبية وجبهة شرقية. هون في ذكرى هن عم يستعروها، نحن شوي بعيدة عنا. يعني الجبهة الشمالية اللي كان فيها سوريا الآن فيها حزب الله، والجبهة الجنوبية اللي كان فيها مصريين الآن فيها حماس. وبالتالي هن بيعتقدوا هو جبهتين بجو سياسي مترابطين، حتى لو أنه نحن لم ننظر إلى ذلك. ما بعرف أنا مدى فعالية هذا الأمر حقيقة، ولكن أنا بشوف أنه يستحق هذا المنطق أنه نستمع له. سوف تبين الأيام. هل يعني خلينا نقول إذا بدك ما هو غير واضح أنه الدول المجموعة الدولية هيئة الأمم كل القوى الخارجية قبل إسرائيل نحن بنحكي كانت مزعوجة من 1701 بالمعادلة اللي كانت قائمة فيها حتى قبل 7 أكتوبر، شفناها بالصيفتين والتعديلات والتأنيب الذي أرسل إلى نيويورك وإلى أخوة إلى اليوم. حزب الله يقول ردونا لا قبل 7 أكتوبر، هل هذا وارد؟ 1701 مشكلته خلال 7-8 سنين الأخيرة أنه مشروع أوروبي، والأمريكان يعني ولا أمريكان تعاطوا معه أنه مشروع أوروبي، والمحور ممانعة يكن العداء لأمريكا، ولكنه يعتبر أنه لا حل في المنطقة بدون الكلام مع أمريكا. فبالتالي أساس مشكلة 1901 هو أنه مشروع أوروبي. الفرنسيين عم يحاولوا يبقوا دور لهم من خلال اليونيفيل في لبنان، وأيضا يحطوا دور بالتسويات القادمة في المنطقة. ولكن أخشى ما أخشاه أنه الورقة الفرنسية أو الدور الفرنسي بالمنطقة أصبح يعني متضائل، وأصبح لا يوجد حماس لإله حتى داخل لبنان اللي هو أساساً فرانكفوني. فبالتالي 1701 يجب أن ينتظر ماذا ستسفر عنه نتائج حرب غزة ووقف إطلاق النار اللي بعده سوف يتم النقاش بالأفرمية. بس إذا بدنا نتابع تحليلك من الأول للآخر، تحليلك لن يتوقف الموضوع في غزة وآت حتما إلى لبنان، حتما بمزدوجين. ولكن لبنان إذا بقيت أزمة نتنياهو داخل حرب غزة هي الطاغي، لا شك أن نتنياهو أزمته ستأتي به إلى لبنان. ولكن هناك رهان أنه قبل ما يوصل نتنياهو إلى لبنان يتم إنتاج حل في غزة. أنا بدي مرق كلمة غيري، يعني خلال النقاش حول موضوع وقف إطلاق النار بغزة يقال أن بايدن أو أحد قريب من بايدن يعني أنتج معادلة بيقول فيها أنه نحن نقول للإسرائيلي مش ضروري تأخذوا وعد، تقطعوا وعد لحماس بوقف إطلاق النار، وبنقول لحماس أنه نحن الأمريكان لن نقدم ضماني، ولكن نقول لكم أن الهدن الطويلة بالتأكيد سوف تنتج مزاج دولي يدفع باتجاه صعوبة العودة إلى إطلاق النار. يعني تركيبي فلسفية، مشان هيك إسرائيل ما راحت عليها. فمن شان هيك نحن في مرحلة ضبابية، يعني حتى الأمريكي مش قادر ينتج
معادلة لوقف إطلاق النار بغزة، وأنا هون بخليني خاف إنه كمان ما يكون قادر ينتج معادلة لمنع تمدد الحرب إلى جنوب لبنان. ومثل ما قال الأستاذ إنه مش مطروح حرب، مطروح ضربي لأيام تصعيد كبير، حرب صغيرة لأيام ضد جنوب لبنان تحديدا، تؤدي إلى تحرك أمريكي سريع وإنتاج تسوية تحت ضغط إنه لبنان يريد وقف الحرب، وإنه حزب الله من أجل لبنان يريد وقف الحرب، وأنه نتنياهو يقبل بالتسوية. نعم. دكتور موسى، هل تتوقع أن يكون الثنائي الشيعي قابلا لتلقف مثل هذا الوضع ومحاولة تلافي الوصول إليه؟ شوف، يعني البحث كان، يعني اللي كنا عم نبحثه هلا، وأساس البحث هو الأسرية واحد اللي هو يحكم وصارت المعادلة هون دكتور. واضح الموقف في حزب الله والثنائي الشيعي وكتلتكم انه نحن بدنا 1701 6 تشرين الاول. طيب. اليوم اللي قال لك الاستاذ ناصر صار الموضوع محل تاني، ناطرين شيء يخلي الثنائي الشيعي يقبل بما هو بعد 1701. مزبوط استاذ ناصر، هيدا بده قبول الفرقاء، وبده اي فرقاء في فريق واحد، لا المتصارعين يعني المتخاصمين، بقى بده القبول الفريقين، وبده قبول يعني اممي اذا بدك. لحد هلا هذا الموضوع بحث بفترات ماضيه، ما تغير شيء فيه، كل مره كان يقال انه بده يتغير. هلا اليوم جزء من يعني لبنان عنده مصلحه ب 1901، هذا اتفقنا عليه وما طبق. يعني عم نطلب من مين؟ عم نطلب من لبنان تنازل بالوقت اللي خرق كله عند اسرائيل جوا وبرا وبحرا، و 30 الف خرق واكثر. انه بعدين نحن عندنا مشاكل عالقه ما زالت، يعني اليوم في النقاط الحدوديه، يعني تثبيت هذه النقاط. طيب هذا كله بده تفاوض. هلا 1901 يعني مش من عندنا المشكل، مشكل من عند اسرائيل بهذا الموضوع. يعني ليش لبنان بده يقبل بتغيير هذا الموضوع؟ عم يحكي لبنان بتطبيق هذا الموضوع، وقابل كليا بتطبيق هذا الموضوع. وبقدر انا اكثر من هيك، انه في بالمحادثات اللي صارت حقيقه مع فرقاء دوليين كتار، هلا الفرنسويه ما بعرف كيف بتحمسوا، يمكن وقت، بس بدك الامريكان يقبلوا، يعني انه يأيدون بحماسهم، يعني ما مش يعني شفناها بانتخابات الرئاسية، وشفناها تماما بمحلات مختلفة. فالأمريكان اليوم، الأمريكان عم بيفاوضوا بهالموضوع، وبقدر أنا في يعني تلاقي حول نقاط كثيرة من أجل تثبيت 1701 كل هالموضوع، وبالتالي خلق يعني فترات هدوء بالمبدأ. عم بحكي أنا هلا طبعا كله يتوقف على النوايا الإسرائيلية، وعلى قديش إسرائيل جاهزة من أجل الانخراط في تهدئة عامة في المنطقة بتريح الكل، وقديش قادرين نكفي بهذا الموضوع. وإلا إذا هالبخار الكبير الموجود بورسايون، يعني رح أرجع لألك دكتور بسؤال، ما إذا كانت أو كتلتكم أو الثنائي الشيعي على استعداد لتحرير الاستحقاق الرئاسي لتقوية الجبهة الداخلية بمرشح جديد؟ بدي أسألك دكتور فادي، هل اليوم وصل حزب الله إلى النقطة التي تجعله يقرر بما يؤدي إلى تفادي جر إسرائيل أو أعطاء ذريعة لإسرائيل بقصة 1701 ومهام اليونيفيل؟ حزب الله هو المقرر. نعم، بس هل وصل لمحل برأيك بالمعطيات القائمة أنه يقبل يتفادى، يعطي ليتفادى ضرب ما اللي كان عم يشير؟ لحد هلا حسب تصريحات الحزب وحسب الواقع الميداني، مش بس تصريحات قادة الحزب، تحديدا أمين عام الحزب، لا يبدو ذلك. اليوم عم نقرا انه الحزب يصعد باستعمال الأسلحة، نوعية جاب جهات مغنية، فبالتالي ما هذا التصعيد في استعمال الأسلحة يؤشر على ان الحزب لا مش بوارد تطبيق ال 1901. هذا من جهه. لا مجال ثاني، هذا موضوع اكيد انا انه
مع الألف مليون. مع التطبيق كليا والتصعيد. أنت بتعرف اليوم بالحروب إنه التصعيد بيكون آني نتيجة رد ورد مباشر ورد تاني، بس إنه برضو وكأنه في احترام لقواعد اللعبة. صحيح. مع بعض الأمور البسيطة. لا بس هو هلأ 1801 يعني عدم وجود الحزب شمال الليطانة جنوب الليطانة. هلأ هون في عندك سؤالين، عندك 1701 بالورق والآن 1701 كيف تطبق من 2006 ل 2024 من إبل لبنان، من إبل اثنين. يخص الحزب، لا يبدو أن الحزب جاهز اليوم بقى جاهز طبق. يعني هو 1701 بيقول لك هذه جنوب الليطاني ما فيها سلاح تبين من جهة الحزب منه الحزب بوارد اليوم إن كان بالتصعيد على المستوى العسكري وبالتصريحات برابط الجبهة الجنوبية بجبهة غزة، بالتالي ما إنه مستعد يرجع، يعني ما إنه مستعد لتطبيق 1701 ميدانياً. ما بده لا أصلاً 1701 ما بيحكي عن إذا صار في ضرب على غزة لبنان بيقصف. لا يعني هذا مش هذا مش ب 1701 1701 هو انسحاب عناصر سائلة شمال ليطانة وما يكون في تواجد إلا الجيش اللبناني والقوات الدولية. هيدا ولا مرة طبق أساس الحزب يعني نضطر في معلومة لازم نرقها لأنه هذا وقتها. بهيدا اللحظة حزب الله هو يمارس عملية إرسال رسائل عسكرية لإسرائيل بتقله فيها إنه إذا فكرت بحرب على لبنان سوف تكون النتائج كبيرة. عظيم. فحتى حزب الله من خلال هذه الرسائل اللي عم يرسلها كمان عنده نفس الشكوك اللي عم نحكي فيها إنه في إمكانية لأن تنظرك إسرائيل لضربة عسكرية أو تصعيد كبير ضد لبنان. فالحزب بهاللحظة هو هون. منذ بدء الحرب الحزب كان عم يمارس عملية عدم السماح للتصعيد بأن يصبح حرب إقليمية أو حرب شاملة. الآن الحزب انتقل لمحل تاني، هو توسيع أدواته العسكرية وتوسيع أهدافه مش المدى. بس ما وصل لتهديد كريش. تهديد كريش هذا آخر لحظة. هي بقى تنطرها كتير. لأنه بكريش بيكون فعلاً فت بيكون قرر الحرب فت بحروب المنطقة كلها مش بس بحرب حزب الله مع إسرائيل. لأنه كريش ساعتها بتحكي عن قناة بن غوريون، ساعتها بتحكي عن ميناء الفاو العراقي الكبير، ساعتها بتحكي عن 2050 موعد اكتشاف الممر المضيق القطب الشمالي ومتجمد وما بعرف شو. ساعتها فت أنت بالمعركة الحقيقية بالمنطقة التي لا يزال الأمريكي لم يعطي صفارة الانطلاق بها لنتنياهو. وهذا هو بس بإيد مين هذه المعركة؟ بإيد اثنين بالمنطقة هون. بإيد أمريكا بدها كريش تصير في حرب بكريش. فلذلك لم يعطي بعمل لك لم يعطي صفارة الانطلاق لنتنياهو. وهون مشكلة نتنياهو العميقة مع إدارة. يعني هل تتوقع أنه إذا بلشت ضربة إسرائيلية كبيرة أن يبادر حزب الله إلى ضرب كريش؟ حتى نعطي قواعد للعبة، هيدي الحرب المنتصر الكبير فيها حتى الآن هو الذي لم يشارك فيها، ولذلك الصينيين يبتعدون عنها، ولذلك الإيراني يمارسها بأصول اللعبة، ولذلك حزب الله لا يريد التصعيد إلى حرب. فقط نتنياهو يريد أخذ كل هذه المنطقة إلى حرب ويريد إرغامهم على المشاركة فيها حتى يخسروا معهم. نحن هون لما ذلك لما نحكي عن الحرب واحتمالات الحرب يجب أن أنا مع ميله للتشكيك وإنه شوي شوي روقه ومع كمان لحكام المخاطر، بس نحن بس أنت عندك معلومات عم تقول. أنا هي معلومات خام قلت لك قلت لك هي معلومات خام بحاجة لتحليل، بس أنا المعلومات اللي عندي إنه الإسرائيليين لما أعطوا الكرت الأخضر لوزير الخارجية الفرنسي وكل هذا الحراك اللي صار كانوا عم بيقولوا له في سقفين زمني، في سقف الزمني تموز اللي هو موعد إمكانية كان حرب، وفي سقف زمني عندنا ما نحترمه هو عودة المهجرين بأيلول على المستوطنات الشمالية. وأنا بفهم ليش تموز هني عنده نظرية قي الوعي بال2006 بتموز مثل بال 82 عملوا زيران عشان 67. فلذلك هذا الجو. بس لما نحكي عن الحرب
ساعتها بدنا نوسع الأفق تبعنا لناخذ كل هذه الاحتمالات بعين الاعتبار. حرب قد تكون صغيرة، قد تكون قصف لأربع خمسة أيام، يتدخل بعد الأمريكي، بيجي هوكشتاين ساعتها وليس الفرنسي، ومعه التسوية اللي بصير إمكانية. وين ممكن يصال حزب الله في هذه التسوية؟ شو الخطوط الحقيقية يلي ما بيقطعها؟ ليك حزب الله بتقديري، خلي يعني شباب يشاركوني بالنقاش، حزب الله ميثاقي، حزب الله ليك حزب عنده غدد إقليمية، عنده غدد إقليمية، شايف كيف؟ ولكنه بالموضوع الداخلي ممكن بيعرف أكثر مني. هو حزب بيشبه موسى الصدر وبيشبه الرئيس دري، ميثاقي، لا يريد التخلي عن الميثاقية، ولكن الظروف في الإقليم مش مفاجئ. هذا الحكي لازم يكون يعني أنا أقول لك يعني رأيي مقتنع فيه. أنا عم ناقش فيه. نعم أنت مقتنع فيك. أنا هذا المهم. نحن عم نقول في سجال وفي نقاش. نعم. أنت عودتنا على النقاش. نعم. فأنا عم ناقش. إيه لا بس أنت برأيك. هلا لو طرف تاني. أنت عم تطرح يعني. نعم. عم تطرح. بدنا نناقش هالفكرة. بدنا نناقش هالفكرة. لا هو سؤال إنه أنت عم تطرحها كمطروحة ولا اقتناعك. أنا برأيي حزب الله في المرحلة المقبلة سيعود ميثاقيا، سوف ينفتح على النقاش بهذا العنوان. طيب خليني أسأل دكتور موسى، هل يمكن أن يصل حزب الله إلى فعلا مقاربة ميثاقية للانتخابات الرئاسية؟ شوف أنا يعني لحد يطلع لا جيبوا لي مرشحي نعمل انتخابات، أفش مرشحي أفش انتخابات. خليني أقول أنه مش بالضرورة يكون في يعني تلازم بين الموضوع اللي عم بيصير بالجنوب بين رئيس الجمهورية. هلا عمليا شوف حزب الله بين قديش عنده عقلانية بالتعاطي، يعني ما عم بيروح يعني عم بيحاول يشوف دائما المستقبل الأمور، يعني الأيام الجاي ما في يعني ما عم بيعيش إذا بدك الانتصار مثل ما صار بال 2006 وغيرها بلحظته ويروح فيه باتجاه مسك يعني أكثر. هلا بكل الأحوال أنا بقدر إنه أنا الأكيد منه إنه في ما في ارتباط بين الاثنين، وبالتالي المؤسف إنه طبعاً مؤسف إنه اليوم إنه ما يكون في تفاهم بين الفرقاء بصرف النظر عن يعني من يكون رئيس الجمهورية، إنه في شيء اليوم حديث لازم يصير بين الفرقاء اللبنانيين. بقدر أنا تحسين صحتنا هذا جزء منه، تحسين صحتنا بهالموضوع، تحسين صحتنا بملف النزوح السوري على سبيل المثال، ما بدك رأس دولة ومعاهدات دولية، بده في حدا يفاوض يعني دوليا، رئيس الجمهورية هو المؤتمر أو هو صاحب الصلاحية بهذه المواضيع، وبالتالي في كتير يعني أمور تستدعي طارئة وخطيرة تستدعي في بالتكتب بكتلة تبعيدكم في بوادر تغيير بالموقف الرئاسي. لك وقت الرئيس خليني لك بصراحة هذا البدء، وقت الرئيس بيري دعا للحوار، شو بيعني الحوار؟ الحوار تعالوا شوفوا ليش بدنا رئيس ما في وزير فرنسي هذا لا 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 لا, لا, لا الأعلن من قال هيك هو لا ما قال هيك. هلا هذا اللي انحكى بالصحف وبالتحاليل يعني طيب اول شيء وقت اللي بدا الحوار الواحد اهم شيء اهم شرط بالحوار هو ما يكون في شروط مسبقه، يعني الشرط المسبق انت ما فيك تقول لي تخلى عن كل اللي جايبه معك، ما انت مكون سياسي بالاخر عندك وضعيتك وارتباطك، بس مش معناتها انا بدي نعم لانه خلص الوقت بدي اساله بدقيقه واحده، هل وصل الثنائي بنص دقيقه بربع دقيقه هل وصل الثنائي الشيعي الى البحث جديا بامكانيه تغيير مقاربته بالانتخابات الرئاسيه؟ ما بعتقد لأن حزب الله باقي على موقفه، وموضوع الميثاقية موضوع أخذ بعين الاعتبار الأطراف الأخرى، حزب الله خاص وناطر نتائج معركة غزة بس تيحسن موقعه تيشد أكثر بموقفه. دكتور فادي الأحمر شكرا لك، معالي الوزير شكرا لحضورك معنا اليوم، أستاذ ناصر صديق عزيز، مشاهدي أم تي في الشكر لكم للمتابعة، وتذكير أن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى mtv.com.lb. إلى اللقاء.